لحمد بن راشد بن غدير، تهانينا للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتواصل وياكم من هنا من أرضية ميدان المرموم وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة دبي ريسنج. وشاهدت ويانا، شاهدت الأشواط الأولية وشاهدت هيهات لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، وشاهدنا دفر ايضا لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي هذا الشوط ايضا بنشاهد منافسة قوية منذ البداية وحتى خط النهاية، وهو مخصص للقاية الجعادين المحليات الاصايل لاصحاب السمو الشيوخ. مسافتنا 5 كيلومتر، بنسير بكم مع مقدمة هذا الشوط. ارى الان اللي في المركز الاول شاهين لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بقيادة المضمر طارش بن مبارك بالقوبع. ننتقل الى المركز الثاني صوغان، في المركز الثاني لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر مسري بن سالم بالعرطي الحميري. شاهين في المركز الثالث لهجن الرئاسة بقيادة المضمر راشد بن محمد بالسم المنصوري. وفي المركز الرابع شريان، في المركز الرابع شرين، في المركز الرابع في هذه اللحظات لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الخامس وحيشان، في المركز الخامس لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز السادس سراب لهجن الرئاسة بقيادة المضمر عيسى بن احمد بن مايد الخيلي. وفي المركز السابع، المركز السابع شاهين لسمو الشهاية وشاهين في المقدمة، شرين في المركز الثاني، شاهين وشرين، يا سلام المعركة شديدة، المعركة طاحنة، شاهين وشرين، يا سلام يا سلام يا سلام على هذا الأداء الجميل الأداء المميز للغاية. شاهين شاهين لا زال في المقدمة، يقترب من المنصة الرئيسية، يقترب من خط النهاية، قاد الشوط راس وبينه، الشوط على مسؤوليته. سلام سلام عليك يا هجن الرئاسة، تهانينا لهجن الرئاسة، تهانينا للمضمر المستحيل السيد راشد بن محمد بسام المنصوري. شرين في المركز الثاني لهجن العاصفة، المركز الثالث سراب لهجن الرئاسة، وفي المركز الرابع هملول لهجن الرئاسة، وفي المركز الخامس وحيشان لهجن العاصفة. ها هي النتيجة، التوقيت الزمني، ساعة وصول شاهين إلى خط النهاية بعدما تجاوز لوحة 5 كيلومتر في زمن وقدر 7 دقائق 39 ثانية بالوفاء التمام. تهانينا لهجن الرئاسة، تهانينا أيضا للمضمر المستحيل السيد راشد بن محمد بسام المنصوري، والذي وصل في المركز الثاني شرين 7 دقائق 39 5 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا أيضا للمضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، والذي وصل في المركز الثالث سراب لهجن الرئاسة 7 دقائق 41 ثانية 6 أجزاء من الثانية. تهانينا للمضمر عيسى بن احمد بن مطر بن مايد الخيلي، انطلاقة الشوط الرابع، والشوط الرابع يضم نخبة من اللقاية الجعادين المهجنات الاصايل لاصحاب السمو الشيوخ. ايضا هذا الشوط بنشاهد اثاره وتنافس منذ البدايه وحتى خط النهايه، وبنشوف وبنسير بكم مع مقدمه هذا الشوط. نتابع عدى الجعادين في المغ